حذر نواب عن محافظة نينوى من تزايد أعداد القتلى من المدنيين في الجانب الأيمن للموصل، كما انتقدوا الحكومة لعدم قيامها بواجبها الصحيح تجاه النازحين. هناك الكثير من الشهداء المدنيين، اليوم هناك عمليات عسكرية، الجانب الأيمن هو ساحة معارك، بالتأكيد سيكون هناك ضحايا من الأبرياء المدنيين، وخاصة أن عصابات داعش تستخدمهم كدروع بشرين وأحيانا تنفذ فيهم الإعدامات. الأعداد في تزايد بهذا الخصوص، وعليه في هذه اللحظة لا يمكن أن يقال كم هو عددهم، ولكن أعداد مخيفة حقيقة، ونتمنى من التحالف الدولي أن تكون ضرباته دقيقة وأن لا توجه إلى المدنيين، وإنما يجب أن تكون هنالك دقة في الضربات. هناك أعداد هائلة كبيرة جدا في هذه المخيمات، قامت وزارة الهجرة بكل ما لديها من قوة في هذا المجال، إلا أنها لم ترتقي إلى المطلوب لكثرة الأعداد الهائلة التي نزحت إلى من الجانب الأيمن إلى المخيمات، خاصة في حمام العليل وفي المناطق الأخرى.